السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما ومش ناقصين. يومكم ان شاء الله جميل. النهارده عندنا حلقة ان شاء الله تنال اعجابكم بوصفاتها السهلة اللذيذة، مش هتوقفكم كتير في المطبخ والنتيجة ان شاء الله زي الفل. كمان عندنا النهاردة السوشيال ميديا، والنهاردة اخترنا موضوع للسوشيال، أكيد هنسأل في الطبخ وهنتكلم في الطبخ وكل حاجة، بس بما أننا وقفة المطبخ بيحلى فيها الرغي وبتحلى فيها المناقشات جدا جدا، يعني لما أكون عايزة مثلا أفتح مواضيع مع البنات ننزل في المطبخ نعمل حاجة ونقعد بقى نتكلم، فتلاقي المواضيع إيه بتجر بعضها والمواضيع بتبقى لذيذة جدا. النهارده اخترنا موضوع من فترة أو مش من فترة، يعني الأسبوع اللي فات كان عامل قلق على السوشيال ميديا، موضوع بيت العيلة. قريت كذا بوست بنات بتنزل ايه، ما تتجوزيش في بيت عيلة، ما تتجوزيش حد قريبك، ما تتجوزيش ايه تاني، كان في حاجة تالتة كمان، وحيد مامته. فأنا النهاردة اخترت بس بيت العيلة نتكلم فيه. قولوا لي رأيكم ايه في الجواز في بيت العيلة. طبعا بيت العيلة كان زمان حاجة أساسية جدا، ما كانش حد بيتجوز بعيد عن أهله، كله كان بيتجوز في بيت العيلة والناس كانت متعايشة والدنيا كانت زي الفل. مؤخرا طبعا مؤخرا الكلام ده كان بيبقى بكثرة في الأرياف والصعيد والبلاد عموما، أما في المدن كان بتبقى قليلة شوية. حاليا بقى ولا هنا ولا هنا، الموضوع بقى شائك جدا، الموضوع بقى فيه أقاويل كتيرة، ناس كتيرة خلاص ما بقتش حابة موضوع بيت العيلة. ايه اللي وصلنا لكده؟ وعايزاكم بقى تكلمونا وتقولوا لنا تجاربكم عن بيت العيلة الحلوة والوحشة كل حاجة، عشان نشوف مع بعض الموضوع ده اخرته ايه. بينا بقى ده طبعا على السوشيال ميديا، كاتبين لكم البوست وتقدروا كمان يعني تدخلوا عندنا تكلمونا على الارقام اللي هتظهر معانا على الشاشة من اي تليفون ارضي على 0900 917 والموبايل على 1710، وفي انتظار مكالماتكم. كمان تقدروا تكتبوا تعليقاتكم على البوست اللي موجود على العزومة، اكاونت العزومة على الفيسبوك، وعلى الاكاونت بتاع الانستجرام بتاع بي ان سي فود. تمام، يلا بينا بقى، انا مستنية تعليقاتكم، مستنية اتصالاتكم. ونبدأ بقى حلقتنا ويلا بينا نشوف اول وصفاتنا. من احلى الحاجات اللي بنتلم عليها كلنا المعجنات، وهي طالعه مفحفحه من الفرن كده بتبقى حاجه لذيذه جدا، خاصه ان احنا داخلين على فصل الشتاء وتشغيل الفرن في حد ذاته بيحسس كده بالدفى ويحسس بالفرحه بصراحه، مستنيين اي حاجه تخرج لنا من الفرن. فالنهارده هنعمل فطاير اللحمه بطريقه سهله ولذيذه ان شاء الله تنال اعجابكم. بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقه التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندنا 5 كوبايات دقيق، ويفضل يكون دقيق مخبوزات. لو مفيش دقيق مخبوزات في الوصفه دي ينفع نستخدم دقيق متعدد الاستخدام. هننخله كويس قوي. هنحتاج له بقى 4 معالق كبار من اللبن البودر، كوبايه زبادي اللي هي الكوبايه المعياريه، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وعندنا كمان معلقه صغيره من الملح وميه دافيه للعجن. تمام، بس كده، دي مقادير العجينه، مقادير الفطاير نفسها. الوش هنحتاج له ايه؟ بيضه، رشه قهوه سريعه الذوبان، ومعلقتين كبار من الحليب، الحليب العادي يعني، ومعلقتين كبار سمسم، كمان ممكن نستخدم حبه البركه. اما الحشوه هتكون عباره عن لحمه، تمام؟ طبعا على قد بقى الكميه اللي انت هتحشيها. يفضل يا لحمه تكون فليتو بتلو او انتركوت ومتقطعه مكعبات صغيره. ممكن نستغنى عن اللحمه وتبقى فراخ زي ما تحبوا. 3 فلفل من الالوان متقطعين مكعبات، بصله كبيره متقطعه مكعبات، عندنا كمان طماطمايه مكعبات من غير البذر، ومعلقتين كبار سمنه، رشه بهارات 7، رشه جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. دي المقادير، ويلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. بينا نحط الأول الحشوة عشان دي لحمة فهتاخد وقت شوية، تعالوا نحطها الأول على النار. احنا حاطين ووك يسخن، هنحط 2 معلقة من السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي السمنة؟ الووك سخن بما فيه الكفاية، هستنى السمنة كمان تسخن.
وهننزل بمكعبات اللحمه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردها كده في الوك علشان تبتدي تستوي، تاخد صدمة وتتجمع معايا على طول علشان ما تنزلش ميتها. معانا بهارات، رشة بسيطة من جوزة الطيب ورشة بسيطة من البهارات السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا أم أمير، صح؟ أهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا حبيبتي فاطمه. اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا اول مره اتكلم على فكره. يا روح قلبي منوراني. ربنا يخليكي يا فاطمه، بحبك قوي، بحب وصفاتك. تسلمي لي يا روح قلبي، انا بحبكوا اكتر وبحب اكلاتك والله، وبستنى حد لما اشوفك واتعلم منك حاجات كتير. يا روحي تسلمي لي، كلك ذوق والله. ربنا يخليك يا ست، انا بحبك قوي والله. انا بحبكوا اكتر. انا ليا سؤال النهارده. اتفضلي. ايه رايك في بيت العيله؟ انت عندك اولاد؟ عندك اولاد؟ ايوه. مجوزاهم ولا لسه؟ متجوزين. طيب ايه الاخبار؟ كويسين والله، بيت العيله كويسه يعني، حلو ونوس وجميل. اه ما انا كنت قاعده في بيت عيله. صح كده؟ اه والله جميل والله. لما تكون كلنا محبوبين مع بعضينا. رحتي فين يا ام امير؟ طب الحمد لله، اول مكالمه جت بتشكر في بيت العيله، قالت ميزه لطيفه جدا الونس. فعلا هي دي من اكتر المميزات اللطيفه جدا في بيت العيله. مستنيه ارائكم، سواء هتكتبوها لنا على البوست اللي موجود على اكونت العزومه على الفيسبوك، او على اكونت بي ان سي على الانستجرام، وكمان على التليفونات اللي بتظهر معانا على الشاشه، تقدروا تدخلوا وتقولوا لنا رايكم في الموضوع. بينا بقى اللحمة على النار، حطينا لها كل البهارات، فلفل، حطينا كمان رشة من البهارات السبعة، وحطينا رشة جوزة الطيب. خلاص زي ما انتم شايفين كده اللحمة، بصوا بدأت تاخد لون التسوية تماما. هستنى شوية كمان لما خلاص تبقى كلها واخدة لون التسوية. وفي الوقت ده تعالوا بينا نستغل الوقت، ويلا بينا نعجن عجنتنا في البيت علشان تنظمي الدنيا. انا هنا علشان وقتي بدات بالحشوه. لا، في البيت هتبداي بالعجينه، وعلى ما تخمر تكوني عملتي الحشوه علشان ما تضيعيش وقت خالص. هبتدي اخد دلوقتي الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا دول 5 كوبايات من الدقيق، سواء دقيق مخبوزات او متعدد الاستخدام. هحط عليه كل المواد الجافه. ادي عندي 4 معالق من اللبن البودر، ومعلقه كبيره من السكر. عندي كمان الخميرة، وأحط معلقة صغيرة من الملح. هايل، حطينا كل المواد الجافة. يلا بينا بقى نقفل نقلب. قلبنا كويس، خلاص كل المكونات اختلطت. بينا بقى ننزل. عندي كوباية من الزبادي هحطها على الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبتدي اعجن بالميه الدافيه لغايه ما العجينه بتاعتي تلم وتتكور وتبقى لينه. يلا بينا. عايزه اوريكم بس شكل العجينه. بصوا العجينه خلاص زي ما انتم شايفين كده لمت مع بعض. طبعا بصوا بصوا مجعده خالص، ازاي عامله زي ما اكون فتافيت كده لازقه في بعضها. طبعا احنا مش عايزين الشكل ده، هي لسه ما اتعجنتش. فهننزل ونعجن بقى مده ما تقلش عن 10 دقائق. يلا بينا. واحنا بنكلم مين؟ ناريمان. الو، السلام عليكم يا ناريمان.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام فاطمة؟ ازيك يا روح قلبي، عاملة ايه؟ عاملة ايه يا حبيبة قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. السياكة دي والطعامة ما شاء الله عليكي حبيبتي، تسلميلي. ربنا يخليك. ميرسي يا روحي. بتتكلمي على بيت العيلة؟ لا ده مطفي عشان اسمع. اتفضلي يا نريمان. بيت العيلة. اتفضلي يا روحي، انت متجوزة في بيت عيلة؟ ايه؟ انت متجوزة في بيت عيلة؟ انا كنت متجوزة في بيت عيلة وبسببهم انفصلت عن جوزي. يا ساتر يا رب. بسبب مين؟ بسبب سلسلة. طيب بصي يا نريمان، ممكن اعرف الاسباب؟ يعني إيه؟ الاسباب العريضة بسبب بيت العيلة شخصيا يعني. ها؟ نعم. الاسباب اللي خليتك انفصلتي بسبب بيت العيلة، عملوا ايه؟ اسباب ايه؟ عارفه خطوط عريضه كده. العيله؟ مشاكل مع سلفتي، الغيره طبعا. الغيره. ايه تاني؟ الغيره. ايه كمان؟ ايه؟ ايه كمان؟ الغيره وتدخلها في حياتي معايا مع جوزي، عايزه تبقى السلطه دي سلفتك اللي هي مرات اخو جوزك. ايه؟ مرات اخو جوزك هي اللي بتغير منك. سلفتك صح؟ سلفتي. صح كده؟ اختي جوزي. اخت جوزك، عمتك بقى. ايه صح، اخت جوزك. ما احنا بنقول عليها متهيألي عمتك حاجه كده ولا لا؟ تمام. ده يعني في بعض المناطق، في بعض المناطق عمتك. فعلا. يعني اخت جوزك المناطق. هي السبب. ايه؟ اخت جوزك هي السبب مش حماتك. هي السبب وبتقوي عليا حماتي، بتقوي عليا مرات اخوها التاني. زي كده. فحقد وكره زي كده بسببها انفصلت عن جوزي، بقت تسلط عيال جوزي عليا. فعلا هي الغيره بتودي في 60 داهيه بصراحه. شكرا يا نريمان، نورتينا وربنا يا رب يصلح حالك ان شاء الله. هي قالت حاجه مهمه جدا جدا، الغيره. فعلا الغيره احيانا كمان بتبقى الغيره من الحما الام اللي هي ام الزوج لمرات ابنها، بتغير من مرات ابنها. متخيلين في ستات كبار كده بيبقوا بيغيروا من مرات ابنهم. انا عايزه اقول لكم ان الغيره دي في اي حاجه هي اساس كل المشاكل. يعني الغيره حتى ما بين الزوج وزوجته او الزوجه وزوجها ممكن تؤدي برضو لخلافات لما بتزيد عن حدها. فالغيره مرض، ربنا يعافينا منه ان شاء الله. والغيره بين الزمايل في الشغل ممكن تودي ورا الشمس. الغيرة ما بين الإخوات ممكن يكرهوا بعض بسبب الغيرة ما بينهم. حاجات كتيرة قوي ربنا يعافينا. فالغيرة دي يعني نسأل الله منها العافية، اللهم أمين يا رب. وإحنا بنكلم نريمان كانت اللحمة اتشوحت كويس قوي، حطينا البصل اللي متقطع مكعبات ودبل معانا والدنيا زي الفل. بينا بقى هننزل الفلفل والطماطم. لو تفتكروا ما كناش حطينا ملح خالص صح؟ هبتدي أحط الملح. والحشوة اللذيذة جهزت معانا. في أسهل من كده خالص؟ بصوا إيه الجمال ده. عايزة تدي رشة سكر برضو هتدي طعم حلو جدا، مفيش مشكلة. إحنا كده جاهزين بالحشوة. تعالوا بينا بقى نرفعها تبرد، تمام، ونكمل عجينتنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، نشغل على العجينة بتاعتنا. طيب العجينة بعد ما بتتعجن هبتدي احط لها الزيت. يلا بينا. وتكمل عجنها. طيب بعد ما اتعجنت العجينة بتاعتي بعمل فيها ايه؟ بحطها في طبق عميق مدهون بالزيت واغطيها ببلاستيك الاول. لازم تكون مدهونة زيت العجينة من فوق والبوله نفسها، وغطيها ببلاستيك وفوطه نظيفه واحطها في مكان دافي علشان تخمر معانا. في الشتاء هنعاني شويه من تخمير المعجنات بتاعتنا، مش هتاخد وقت كبير قوي على بال ما تخمر، خاصه لما يكون الجو ساقع قوي. هنعمل ايه؟ هشغل الفرن 5 دقائق بالظبط واطفيه، واحط فوطه، وبعدين احط البوله بتاعتي اللي متغطيه ببلاستيك وفوطه تانيه نظيفه، واسيبها بقى نص ساعه، ساعه بالكتير هتلاقيها عليت خالص وخمرت وتضاعف حجمها. تعالوا بينا نطلع العجينه اللي معانا. فين عجينتي؟ فين؟ المطبخ كبير حبتين بتوه فيه. بعد ما العجينه بتاعتنا تخمر، شوفي بقى انت حابه تعملي فطيره كبيره،
فطاير صغيرة، وبالتالي هتقطعي الكور على قد ما انت عايزة، كبير أو صغير. أهم حاجة الكور كلها تتقطع بنفس الحجم، علشان هتحتاجي واحدة تحت واحدة فوق، فلازم الاتنين يكونوا قد بعض. بينا بقى احنا قطعنا اهو، وبعد ما قطعناهم كور غطيناهم ببلاستيك وسايبينهم ايه علشان يرتاحوا، عشان لما اجي افرد يتفردوا معايا بسهولة. ومعانا دقيق، هناخد بقى رشة من الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد كورة وابتدي افردها. محتاجة النشابة فين؟ اهي، وابتدي افرد الكور قد بعض. العجينة تحفة جدا. يلا. سمك بقى رفيع. دايما لما بنفرد العجينة بناخد من النص لتحت، ومن النص لفوق، ومن النص يمين وشمال كده، هتلاقي ايديكي على طول بالشكل ده. احنا كده 10 على 10. نفرد واحدة كمان، يلا بينا. دي لا لا لا، تمام. اهم حاجة رشة الدقيق اللي تحت علشان الفطيرة ما تلزقش معانا في الرخامة. فردنا الاثنين بنفس السمك، وبكده نكون جاهزين. يلا ومعانا الحاجة جميلة. احنا انا عايزة اوريكم برضه الادوات. ايوه يا بنتي، ده انا بقولك ازيك من بدري. يا روحي ازيك، انت عاملة ايه؟ سايبني على التليفون من بدري. حقك علينا. احنا غلطانين والله. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي والله، تسلمين. انا اسمي جليلة حبيبتي. انا كلمتك قبل كده، بس انا دلوقتي بكلمك واقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، انت جميله وكلك ذوق. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. تسلمي يا روح قلبي. وانا بقول لك على لمه العيله، احلى لمه عيله الاسره. لما يتلموا على مع بعض كده في الخير، في وجبه حلوه. اتفضلي اتفضلي كملي. ايوه حبيبتي عندك حق والله. يعني لما نكون احنا كلنا مع بعضينا وكلمة حلوة وونسة حلوة بتبقى احلى لمة عيلة. طبعا طبعا، اهم حاجة في الموضوع يكون في حب ورحمة ما بين الاسرة وبعضيها، صح؟ يكون في حب بين الاسرة وبعضيها. تمام صح كده، انت معاكي حق والله. نورتينا يا حاجه جميله واسعدتينا بكلامك الجميل، نورتيني. بصوا بقى، شايفين الحشوه وجمالها والوانها؟ اهم حاجه بس الحشوه تسيبيها تبرد ضروري. خدتوا بالكم لما انا دهنت الصاج بالزيت خفيف وحطيت اول طبقه، علشان لو حطيت هنا وحشيت وجيت نقلت ممكن تتبهدل مني، فعلى طول على الصاج. شايفين الستات الكبار البركه، الناس العقله المتزنه، تقول لك مفيش احلى من لمه العيله مع بعض على لقمه حلوه وكلام حلو وونس. طبعا دي حاجه لطيفه جدا جدا. صدقوني العيب مش في بيت العيله، العيب بقى فينا احنا، بقى في اخلاقياتنا احنا، في تصرفاتنا احنا، فاحنا محتاجين إعادة تأهيل والله كلنا. ومعانا أم شيماء. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة إيه يا حبيبي؟ إزيك يا روحي؟ الله يخليكي. عاملة إيه النهاردة؟ حبيبتي منوراني. عاملة إيه النهاردة؟ أنا كويسة الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. تسلمولي. يا رب تكوني بخير على طول كده. حبيبتي ما تحرمش منكم أبدا يا رب، ولا من دعواتكم الحلوة. الله يخليكي، ربنا يسترها معاكي يا رب. وإياكي يا روح قلبي وإياكي.
بنقول لحضرتك لمة العيلة بتتوقف على الناس الكبار. أيوة. اللي هم يخلي الصغيرين يحبوا بعض. صح، برافو عليكي. السلاليف والإخوات هم اللي بيزرعوا الفتنة، هم اللي بيزرعوا الغيرة ما بين الأسرة. بالظبط كده، عليهم عامل كبير جدا فعلا. والحما بالذات. أيوة، الحما بالذات لازم تراضي دي وتراضي دي وتطبطب على ده وتطبطب على دي. صح كده، ومحدش يتكلم على حد وكده. الله ينور عليكي، يعني بالذات الناس الكبار. برافو عليكي يا ام شيماء، والله نورتينا يا ام شيماء. قالت قالت حاجة مهمة جدا جدا، ان الناس الكبار اكيد هم عندهم الحكمة اكتر من الصغيرين، فبيعرفوا يلموا المواضيع، بيعرفوا يستوعبوا الصغيرين. علشان كده مهم جدا ان الكبار يكونوا هم اللي عندهم البالانس، عشان يعدلوا الميزان ما بين الاخوات وما بين السلايف والكلام ده كله، علشان في الاخر يزرعوا ما بينهم الحب بدل ما يزرعوا ما بينهم الغيرة والغل. تمام، انا كده شفتوا الفطيره قفلناها ازاي واحنا بنكلم ام شيماء. هندهن وشها بقى علشان ندخلها الفرن. ادي البيضه وادي اللي هيدهنها. احط هنا رشه من القهوه، حطيتها في اللبن الاول عشان ندوبها، وبعدين ننزل على البيضه نخف القوام بتاعها شويه وندهن بقى. عيوني الاثنين حالا، يلا بصوا هندهن سريعا سريعا. عايزه تحطي بقى سمسم، حبه البركه، سمسم وحبه البركه زي ما انت عايزه. الخبيث بقى يا جماعه ازاي؟ فرننا سخن جدا جدا على درجه حراره 200، على الرف الاقرب للارضيه، ويلا ندخل على طول الفطاير بتاعتنا. انا دلوقتي بقى استسمحكم هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول. انا هدخل الفطيره بتاعتي، حط بس كده على درجه حراره 200 وارجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، استنيك. كنا عملنا فطاير اللحمه زي ما قلنا، عايز تعمليها صغيره كبيره متوسطه زي دي اكبر براحتك خالص. اهم حاجه الكور بتاعتك تبقى كلها متساويه، سواء صغيره بقى او كبيره، اهم حاجه لازم تكون متساويه، عشان هنفرد كورتين، كل كورتين هنحط واحده ونحط فيها الحشوه، وبعدين نحط الفطيره الثانيه، ونقفل زي ما انا بقفل دلوقتي. وبعد كده بندهن الوش زي الفل. يلا بينا ندهن الوش بالخليط، كان عبارة عن بيضة، البيضة عليها معلقتين من الحليب ومعاهم رشة بسيطة من القهوة سريعة الذوبان عشان تدينا لون حلو وتشيل زفارة البيض. النهاردة حلقة السوشيال ميديا فاتحين فيها حوار لطيف كده، حابة أسمع فيه رأيكم. البوست موجود على العزومة على الفيسبوك، وموجود على اكونت الانستجرام على بي ان سي فود. عايزه اسمع رايكم، عايزه اشوف تجاربكم كل سواء سلبيه او ايجابيه، احنا كلنا محتاجين نعرف. دايما الخبرات بناخدها مش لازم نكون احنا مرينا بيها، اي خبره في الحياه ممكن ناخدها عن طريق السمع، عن طريق حد قدامي حصل له موقف فانا بتعلم منه من الموقف ده. فعلشان كده حابه اسمع ارائكم نشوف المشكله فين، نحاول نصلح احنا من نفسنا لو عندنا مشاكل، وربنا ان شاء الله ان شاء الله يعافينا كلنا من اي حاجه وحشه، اللهم امين طبعا، ويعافي ولادنا. يلا بينا حط بقى كده كده رشه، وعلى الحرف رشة من حبة البركة زي ما قلنا بقى. عايزة تعملي ميكس من حبة البركة والسمسم، عايزة تعملي سمسم بس زي ما انت عايزة. الفرن بتاعنا شغال على 200، ويلا بينا على الرف الأقرب للأرضية علشان نسوي فطيرة اللحمة. الفطيرة التانية في الفرن لسه بتستوي،
شغالة والدنيا تمام. خلصنا الفطاير من الحاجات السهلة واللذيذة ومش هتوقفك كتير في المطبخ، تطلع من الفرن كده سخنة مفحفحة نقدمها للولاد بألف هنا وشفاء. بينا بقى نشوف الحلو معانا النهاردة ايه. الحلو معانا النهاردة كيكة الطوفي. تعالوا بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. تمام، عندنا كوبايتين من الدقيق، دقيق طبعا منخول كويس جدا. هحتاج كمان 3 بيض بدرجة كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، كوباية حليب، معلقة صغيرة، لا هي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة بيكنج صودا. تمام، معلقة صغيرة من الفانيليا وذرة ملح. دي كده مقادير الكيك. الكريمة بتاعتنا هتكون عبارة عن كوباية كريمة خفق، خفق مش طبخ، وتكون متلجة. هنحتاج 8 مكعبات من الجبنة الكريمي أو حوالي 6 معالق من الجبنة الكريمي، 1/3 كوباية كريمة كريم شانتي خام، وعندي نص كوباية سكر بودر ورشة فانيليا. بنحط سكر بودر علشان احنا بنستخدم كريم شانتي خام ما بيبقاش فيه سكر. تمام، احنا الكريم شانتي نص كوبايه كريم شانتي خام. تمام، صوص التوفي احنا لسه عاملينه مع بعض من يومين صح كده، عباره عن كوبايه سكر ناعم، ربع كوبايه ميه، كوبايه كريمه خفق، حلويات، ومعلقه كبيره من الزبده. فاكرين عملناه وقلنا لما يتحط في الثلاجه هيتقل ويبقى زي الفل، عايزين نتقل قوامه اكتر بنزود الزبده شويه. يلا علشان نشتغل نعمل الكيكه الاول. قبل ما نبتدي نعمل الكيك، فين القالب؟ لازم يكون القالب بتاعنا جاهز علشان اول ما اخلص الكيك يبقى جاهز معايا بالشكل ده، مدهون زبده ومرشوش بالدقيق. فكده القالب جاهز. الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 170 من اول ما يتفتح على 170 علشان اول ما اخلص احطه في الفرن. عايزه ابص على الفطاير كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هايل. دايما واحنا بنسوي اي معجنات او مخبوزات في الفرن عينينا عليها من وقت للتاني، ممكن تلاقي جنب اتحمر وجنب لسه. انا هنا الجنب ده اتحمر شويه، فهعمل ايه؟ بسم الله، هلف الصاج واودي الشمال يمين واليمين شمال واقفل واسيبه يكمل. ويلا بينا نشتغل في الكيك. كالعادة احنا ممكن نعمل الكيكة دي في الخلاط، احط كل المواد السائلة وانزلها على الدقيق والبيكنج باودر بعد كده، او بالمضرب زي ما انت عايزة. هاخد البيض، دول 3 بيضات، الثلاث بيضات هحط لهم الفانيليا. بسم الله، ونحط كمان يلا ذرة الملح، ويدي السكر، ويلا بينا بقى علشان نخلطهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. البيض لغايه ما تحسي ان خلاص السكر كده داب والدنيا تمام. ننزل بقى بالزيت. يلا بسم الله، وادي الحليب، خلصنا ولا اسهل من كده. زي ما قلنا ينفع نعملها في الخلاط جدا. خليط الدقيق نحط عليه البيكنج باودر والبيكنج صودا ونقلبهم كويس علشان نبدا ننزلهم على الخليط السائل. يلا بينا اخلص بس. طبعا الدقيق منخول، ويفضل كمان واحنا بننزله على الخليط بتاعنا ننخله مرة تانية، بيدي الكيكة قوام هش اكتر. تمام،
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى أقل سرعة ويلا نضرب الخليط بتاع الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام المكونات اختلطت، تعالوا بينا بقى نعمل ايه، نقلب كويس زي ما شايفين كده، في دقيق على الجوانب هنزله واخلط اي حاجة ركنه كده ركنه كده، هننزلها ونقلب وبعدين ننزل يلا في الصينية. الصينية معانا مقاس 24 26 الاتنين ماشيين. بسم الله. وادي خليط الكيك. هايل. نبص كده اخبار الفطيرة. بسم الله. واو الفطيرة خطيرة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. زي الفل. طيب في خبز الكيك ما ينفعش اخبز على الرف الاقرب للارضيه، لان الكيك هتاخد لون من تحت ومش هتاخد لون كويس من فوق، فهنطلع الشبكه بتاعتنا. بسم الله. على الرف الوسطاني ومعانا ام ابراهيم. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة يا شيخ فاطمة؟ أنا تمام الحمد لله زي الفل. الحمد لله كل سنة وأنت طيبة. وأنت بألف صحة وسلامة. ربنا يخليك، كلنا بنحبك أوي أوي. أنا بحبكم أكتر والله، تسلموا لي. ربنا يخليك يا رب. حبيبتي والله. كنت عايزة رقمك بعد الحلقة أكلمك. رقمي أنا بعد الحلقة تكلميني؟ طيب سيبي رقمك واحنا هنكلمك ان شاء الله. ام ابراهيم الو. خلاص كنا عايزين نسالها. طيب تمام. شايفين الفطيره قد ايه فعلا خطيره؟ عايزه اقول لكم بقى طعمها بيبقى رهيب جدا جدا. نعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه كده اقدمها. فين الاطباق اللي هنقدم فيها؟ الزجاج. فكره حلوه الزجاج دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي دي الغيرة اللي احنا بنتكلم عليها. كنا دهنين دهنة خفيفة خالص من الزيت. بصوا بقى معايا كده ما شاء الله، بصوا لون الفطيرة من تحت، الله أكبر، تحفة تحفة تحفة. يلا شايفين الجمال يا جماعة؟ ما خدتش مننا 10 دقايق وكانت طالعة زي الفل. أنا خلاص حطيت المضارب، يلا جدعان انتوا. تمام. إيه دي؟ دي اللي احنا حشيناها وسويناها واحنا واقفين مع بعض. أجري أبص على التانية. بسم الله. اتفقنا عندنا معجنات في الفرن من وقت للتاني نقلبها مرة اللي قدام ورا واللي ورا قدام علشان تستوي تسوية مظبوطة. تعالوا بينا يلا نجهز علشان نعمل مع بعض الكريمة. زي ما قلنا عندنا هنا كريمة خفق ضروري جدا. هبتدي احط الاول الجبنة. تمام. ومعاها السكر البودر اهو. تمام. شك فيكم النشا فطلع سكر الحمد لله. خلاص وحط معاهم ذره الفانيليا.
وهبتدي اضربهم الاول بالمضرب كويس جدا عشان افك الجبنه ما يبقاش فيها اي تكتلات، وابدا بعد كده انزل عندي الكريمه وعندي الكريمه كريمه الخفق وكريم شانتي الخام. تمام. يلا يا جماعه عايزين المضرب. في انتظار المضرب عشان نعمل الكريمه. طيب الكيكه بتاعتنا هتقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد حوالي 40 دقيقه 45 دقيقه على حسب فرنك. بعرف ازاي ان هي استوت بعد ما يفوت حوالي 35 دقيقه، ببتدي اعمل لها تيست، اختبار بالستيكس بتاع الشيش طاووق، بدخله في نص الكيكه، لو طلع معايا نظيف تماما يبقى الكيكه استوت، طلع معرق بعجينه الكيك لا هسيب الكيكه خمس دقايق كمان وارجع اعمل تيست تاني. يبقى بنعمل التيست او الاختبار في نص الكيكايه مش على الحرف، لانه على الحرف اول حاجه بتستوي هي حرف الكيك، فعلشان تختبري من الحرف فهتلاقي ايه الكيكه مستويه، وتبصي تلاقي بعد كده النص مش مستوي، فتيجي تطلعيها تلاقي هوب الكيكه هبطت من النص. يلا بينا. يلا يا جماعه مستنيه تليفوناتكم وارائكم، سواء تكتبوها في التعليقات او هتقولوها لنا في التليفون، نورونا وتسعدونا، وكمان ناخد خبرات كلنا من بعض. زي الفل. يلا بينا. بسم الله. احنا حاطين هنا الجبنه مع السكر. عايزه بس افك الجبنه عشان ما تبقاش فيها تكتلات. هاي الجبنه بقت كريمي خالص زي ما انتم شايفين. بصوا الخليط بقى كريمي تماما. هبتدي احط دلوقتي كريمه الخفق. يلا بينا. ولازم لازم تكون متلجه. بسم الله. نضيف الكريم شانتيه. بسم الله. يبقى احنا في البداية حطينا الجبنة، حطينا السكر، ذرة الفانيليا، ضربناهم كويس لغاية ما بقت الجبنة شكلها كريمي تماما، حطينا الكريمة كريمة الخفق والكريم شانتيه، وبدأنا نضرب كويس علشان نبتدي ناخد القوام الحلو التقيل. بس انا بقى في ايه، في فطيرة في الفرن لازم جري نروح نطلعها، ومعانا ليلى. الو يا ليلى. بسم الله. السلام عليكم. اهلا مدام ليلى، ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. انا عايزه حضرتك اكلمك على بيت العيله. اتفضلي. ياه اتفضلي. انا كنت متجوزه في بيت عيله. تمام. وبعدين كانوا بيعاملوني معامله وحشه جدا جدا جدا. تمام. حماتي واختي جوزي. ايوه. واختي جوزي، كانت هي اختي جوزي تسلط حماتي عليا. كان شتيمه وبيضربوني وبيعملوا فيا اعمال جامده كتير. استحملت عشان عيني. بعدين سيلفي اتجوز. حلو. سيلفي ده ظابط اتجوز. مراته ما تيجي سلام يحطها فوق راسه من فوق. انا لا، انا اخدم عليها وامسح في البيت واخدم واعمل اكل واعمل كل حاجه. جت سلفتي حملت قبليه. انا عروسه وهي عروسه، بس هي حملت قبليه. كانوا بقى الهنا اللي هي فيه. بعد كده انا حملت. جت هي تولد، ربنا افتكر اللي هي اللي ولدته بقوا يدعوا عليا انا اما اولد يحصل لي زي اللي حصل لسلفتي اللي ولدتها سنين. فضلوا يدعوا بنتي، وانا ولدت بنتي بقوا يدعوا عليها دعوه، وبقيت اسمع الدعوه ان هي ربنا يحصل لها ويحصل لها. وربنا ما استجابش لدعائهم الحمد لله. بس بقيت صبر وبقيت قاعده وما اتنقلتش من البيت، وبقيت اقول لوالدي علشان ما يحصلش مشاكل واسيب البيت. ايوه. بعد كده بقى، بعد كده الظروف بقت تشيل وتحط فيا انا وجوزي، لدرجه ما كانوش ياكلوني، لدرجه ان هم كانوا يحطوا لي يغرفوا الاكل ويحطوا لي حته الجلد في اللحمه كده. لدرجه ان بنتي الصغيره ما كنتش بلاقي لها اكل انها تاكلها. كنت بقى يطبخ الفراخ لسلفتي وانضفها انا عشان اخد الكبده للبنت الصغيره عشان اكلها لها.
يا روحي. يعني انا مش قادره اقول لك القفه اللي انا شفته في حياتي مع بيت العيله، وقعدت وصبرت وما خرجتش، لان هم كانوا نفسهم ان انا اخرج، بس انا ما خرجتش. قدرت صبر وقعدت مع جوزي لان انا بحب جوزي. وبعدين يا ليلى؟ وبعدين هو كان غلبان، يعملوا اللي يعملوه ما كانش يتكلم ولا يقدر يفتح بقه في الاخر اهله. اتفضلي. وبعدين يا ليلى؟ وبعدين الايام بقى فضلت تسمى وتحطنا. ها؟ لا ما تقوليش حد فاصل. بهدلوني كتير، بهدلوني كتير. بعد كده هو قعدنا حمايه بنا عماره، ودى كل واحد شقه، وانا قعدت في الشقه من ضمن برضه ما سلمناش. ما سلمناش برضه من مشاكل وجع القلب. الحمد لله ولادي كبروا وعلمتهم، والمهندسه واللي مؤهل عالي يعني الحمد لله معايا اربعه بنتين وولدين ما شاء الله عليهم. ربنا عوضك فيهم يا روحي. ربنا عوضني فيهم. عارفه الوقت ولاد سلايفي بيحلفوا بحياتي انا، بيحبوني وبيعزوني وعارفين انا احسن واحده في السلايف كلها، لان كنت بخاف عليهم. يا جماعه لا يصح الا الصحيح. والله مش بقول الكلام ده كده. ودايما زي ما بنقول الحنيه بتجيب حنيه. فعلا الحنيه بتجيب حنيه. بس اللي انت قلتيه ده يعني نقول ايه؟ يعني الناس دي اللي اتعاملت المعامله دي او بتعاملك المعامله دي هي ينقصها نقول ايه التربيه الدينيه، انهم يعرفوا دينهم بس عشان يعرفوا يتعاملوا كويس. الدين يا جماعه الدين معامله. شوف ناس كتير ممكن تكون ملتزمه دينيا جدا، كلبس، كصلاه، صوم، كل حاجه، بس يجوا في المعامله تحسهم عندهم جفاف وعندهم غلظه في التعامل. فاحنا لو كلنا نعرف بس ان الدين معامله، ياه كلنا هنرتاح. ولو انا حطيت نفسي مكان اللي قدامي، يعني لو احط بنتي مكان مرات ابني اللي انا بعملها دي، هتمنى بنتي تتعامل ازاي، فهعامل مرات ابني زيها، فانا هرتاح وهي هترتاح. ربنا يعافينا. نكمل الكريمه مع بعض، يلا بينا. فايزة واصل، صح؟ فايزة واصل. البرنامج ده انا كنت بعزه جدا. لو تفتكروا برنامج حياتي زمان، كان اعتقد بيجي على القناة الاولى، انا كنت صغيرة وكنت بتفرج عليه. على فكرة شوفوا زي ما بقول لكم كده، الواحد دايما بيكتسب خبرات مش لازم فعلا يكون مر بيها، ممكن هو طفل صغير كده بيكتسب خبرات من حاجه بيسمعها، من مشكله حصلت ما بين حد قريبه، فيقول لا انا مش هعمل كده، او انا مش هتعامل المعامله دي مع اولادي، او انا مش هتعامل المعامله دي مع جوزي. فاللي احنا فيه النهارده واللي احنا بنتكلم فيه ده حاجه اتعلمنا كلنا كلنا يا جماعه. نتقي الله في بعض. ارحموا ترحموا، ارحموا عشان ربنا يرحمنا جميعا ان شاء الله. الكريمه اتضربت وبقت زي الفل، تعالوا بينا نبص كده قوامها. يا رب ربنا يجعلنا سبب في اي خير للناس. بصوا كده القوام بتاع الكريمه، بصوا 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 الكريم. عايز اقول لكم بقى طعمها يعني غني قد ايه، مش قادره اقول لكم، تحفه. احنا كده جاهزين. هنعمل ايه دلوقتي؟ يلا بينا نجيب الكيكه بتاعتنا بعد ما استوت. وادي الكيك في الستاند. الستاند في مش موجود معايا هنا. طب انا عايزه ستاند يلا عشان نبتدي نظبطها. الكيكه خلاص بردت تماما، ما ينفعش طبعا احط عليها كريمه ولا احط عليها اي حاجه غير لما تبرد 100%. عيوني حاضر، نخلص بس. كنت عايزه يا جماعه خلاص انا هعمل هنا كورنيه. فين ورق الزبده؟ دخلوا لي بس ستاند كده علشان ايه نظبط دنيتنا. عايزين يا جماعه حد يتصل بينا يقول لنا حاجه ايجابيه بقى. ليه لا؟ يلا دخلي. لا احنا محتاجين حتى واحنا في السوشيال دخلوا لي تليفونات، انا حابه اسمع الناس اكتر، ما اقرا تعليقاتهم كمان. يلا
جبت بقى ايه ورقه زبده، هنعملها كورنيه علشان نحط فيها صوص الكراميل. محتاجة البس جلافز بقى علشان ايه التلزيق. تلقائي. ايه ده؟ بص العصفورة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيك لونه تحفة، بصوا الجمال هايل. هبتدي اغطيه بالكريمة اللي احنا عملناها. نجيب ايه؟ اتفقنا ان الكيكه بارده، بارده خالص عشان ما تنفعش تبقى الكيكه سخنه، هحط عليها كريمه تلاقي الدنيا ساحت وباظت مننا خالص. حاضر، يلا بينا. ادي الكريمه، هبتدي اوزعها طبقه حلوه كده. نسوي كويس. يعني بصي ما تعرفيش تعملي بقى تورته، ما تعرفيش تعملي، التزيين صعب عليكي، افتكر ان دي هتطلع معاكي كده بكل سهوله. عايزه بس ستيكس بتاع الشيش. زي الفل كده. تمام. نساوي كده على قد ما نقدر. ننظف بس الكم بتاعنا. احنا 10 على 10. ونجيب مقص بقى، يلا بينا. كنا عملنا الكورنيه بتاع الكراميل. هعمل خطوط. بسم الله. زي الفل. قلتولي بقى الستيكس فين؟ حالا حالا. احنا خلصنا خلاص. هايل. تعالوا بينا بقى نجيب الستيكس، نعمل شكل بسيط خالص علشان نقدم الكيك بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد خطوط طوليه ونرجع العكس بالشكل ده. بسم الله. كده وكده. اظن ولا اسهل من كده. هو فعلا زي الفل. ايه رايكم؟ في ثواني عملنا كيكه سهله ولذيذه وبسيطه، مش تاخد منك نص ساعه وهتطلع معاكي 10 على 10. خلصنا خلاص وصفاتنا النهارده. هنطلع فاصل صغير خالص، نرجع على طول نكمل المشكله اللي احنا فيها. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني ويلا بينا بقى ناخد أسئلة السوشيال ميديا. والنهارده يعني يعتبر أغلب الكلام هو آراء عن بيت العيلة واللي بيحصل فيه. زي ما اتفقنا وقلنا مش كل الناس كويسين وأكيد برضو مش كل الناس وحشين. قلنا كمان إن الدين معاملة، وإن لو كل واحد حط نفسه مكان الآخر أكيد أكيد هيحس بيه وبالتالي مش هيضايقه، وبالتالي الحياة هتبقى أحسن وألطف كتير جدا. سواء زوجة الابن حطت إن حماتها دي مامتها فأكيد مش هتحاول تضايقها بأي حاجة، ولو والدة الزوج حست إن البنت اللي دخلت لها جديد اللي هي مرات ابنها زي بنتها برضو أكيد هتحافظ على مشاعرها، هتحب ليها السعادة والخير. ما أعتقدش إن في أم عايزة أولادها يعيشوا وحياتهم فيها تنغصات فيها مشاكل، بالعكس طبعا عايزة حياتهم تبقى سعيدة وهنية. علشان كده لازم تراعي تماما تماما المعاملة مع الضيفة الجديدة. من الحاجات زي ما قلنا وذكرناها اللي بتعمل مشاكل عدم الخصوصية. ما ينفعش أبدا يكون ابني قاعد معايا في نفس البيت وابقى يعني عارفة عنه كل تفاصيل حياته، حتى أكل إيه شرب إيه عمل إيه اتخانق مع مراته وعمل إيه راحوا فين جم منين. لا طبعا لا ما ينفعش. اديهم راحتهم، اديهم مساحة من الخصوصية علشان يعيشوا حياتهم براحتهم، ينزلوا لك وقت ما هم يكونوا عايزين ينزلوا، يطلعوا وقت ما هم عايزين يطلعوا، دي ليهم فيها مطلق. مش عايزين ينزلوا خالص براحتهم ما فيهاش مشكلة. الموضوع أبسط ما يكون عن الأزمات اللي احنا بنعملها على حاجات تافهة. كمان نقول إيه، المعاملة نفسها والكلمة الطيبة والحنية بتجيب دايما حنية. طول عمري بقول ان الحنية بتجيب حنية، حتى لو حد يعني مثلا لو مرات ابنك داخلة لسه جديدة عندك ومتخوفة منك وحاسة بقى زي ما بتشوف في الافلام ان هدخل بقى حماتي هتبقى قنبلة ذرية، انت من حنيتك عليها هتحوليها من حد ممكن يكون مش حنين اصلا عليكي لحد ممكن تكون احن عليكي من بنتك ومن ابنك كمان. والله في ناس يعني في الاخر ما بتنفعهمش غير مرات ابنهم، دي انا شفتها بعينيا ولمستها كتير جدا في محيط حياتي يعني. فدايما يعني او في الاغلب ان مرات الابن لما بتكون بنت اصول ومحترمه بتنفعك اكتر من بنتك كمان. حاجه مهمه جدا برضو من نقول ايه الاعتقادات الخاطئه، ان الزوج وام الزوج يلا هجوزك عشان تجيب لي واحده تخدمني. مش قادره افهمها الجمله دي. لا طبعا لا طبعا، هو مش الزام لزوجه الابن انها تخدمك، مع احترامي الكامل ده تفضل منها، تفضل منها. الاولى بخدمتك هو ابنك، يعني الاولى بخدمتك هو ابنك أو بنتك، إنها مرات الابن دي تفضل منها. لو هي بنت أصول وبتعرف في الأصول فهي هتعمل ده علشان هي بتحبك بتقدرك بتحب جوزها، وبالتالي فهي بتعمل ده عشان خاطر جوزها، يبقى ده تفضل إنها مش إلزام. وبنشوف بقى مشاكل كتير بسبب الموضوع ده، مراتك ما نزلتش النهاردة عشان تعمل مش عارف إيه وتنظف البيت وتعمل مواعين. حبيبتي ده مش من اختصاصاتها مطلقا، تمام؟ تعالوا بينا بقى ناخد آراءكم انتوا ونسمع التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم على الانستجرام بقى ونشوف. ريهام بتقول لنا على فكرة حتى البعيد عن العيلة برضو مش مرتاح، حسبي الله ونعم الوكيل. والمشكلة أساسا بتكون في الزوج، حتى لو الأهل يهود هو قادر يغير كل ده ويحافظ على بيته. دي حقيقة. بعتقد برضو ان الزوج عليه عامل كبير جدا ان هو يعمل نقول ايه ميزان عدل في الموضوع. ما يسمحش لمامته ان هي تقومه على مراته، بطبعا بذوق وبلطف وكل حاجة، وما يسمحش لمراته ان هي تقعد دايما تشتكي له من امه. فلما ياخد نقول ايه من بداية الجواز حد فاصل كده ويبقى كل واحد لازم حدوده وعارف اخره في الكلام ايه، فهيريح ويستريح، لأنه هو الدايرة بتدور على دماغه هو أكتر واحد بيبقى مشتت يعني ما بين أمه ولا مراته. طب يسمع كلام دي ولا يسمع كلام دي، فالدنيا بتقوم بالشكل ده. قالت كمان ريهام نقطة مهمة جدا، إن مش لازم تكوني قريبة علشان يحصل خلاف، وإنك تكوني في بيت العيلة عشان يحصل خلاف. ممكن تكوني بعيد وساكنة بعيد ويبقوا سبب برضو في خراب البيت. يبقى نرجع هنا برضو تاني إن الموضوع أساسه الأخلاقيات والمعاملة.
تمام. ومعانا ام احمد. ازيك يا ام احمد، عامله ايه؟ سهلة. اهلا بيكي. الحمد لله. ازيك يا ياسمين يا ابله فاطمه؟ الله يخليكي يا روح قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. شفتي وصفاتنا النهارده؟ شفتي وصفاتك النهارده. انت بتحكي عن بيت العيله والمرحمه ومرات الاب. ايوه اتفضلي. انا بقى حماه وليا مرات ابن. عاش. والله اقسم لك بالله ان انا بعملها معامله زي ما يكون بنتي. برافو عليكي. بس هي ما تعرفيش ايه اللي حاصل لها من يعني انا معايا بنتين وهي الثالثه. تشوف البنتين يعني كده تبص تلاقيها بتقوم ابني عليا. والله انا ساعات بتيجي عندي ما تعرف انا بعمل معاها ايه، وانا بحب العيال، بحب عيالها معاها اتنين. ما تعرفيش ان انا بعمل معاها ايه. انا بعملها زي ما يكون بنتي بالظبط، بس هي ما تعرفيش بينها وبين البنتين دول ايه، ومتقوم اخوهم عليهم. الغيره. بتقوم اخوهم عليهم مع ان ابننا ده يعني مش هقول كويس يعني اوي، عشان ما اكذبش عليك. ما اكذبش عليك يعني ابني مش كويس، ابني زيها برضو. انت جبتي الخلاصه يعني، انت سالتي السؤال وحكيتي وقلتي الاجابه. ايوه انت بتحكي عن بيت العيله. انت عارفه انا عندي اخواتي اتنين. عشان اللي يخليهم يكونوا شر مرض شر مستخبي. امين يا رب. قعدوا مع عمي وابويا لحديت ابويا ما مات، قبل امي ما تموت بحاجه بسيطه، بس عز الاخ من التاني. وراحوا في البيت، احنا ثلاث بنات وهم ولدين. اقسم لك بالله معامله اخواتي احسن من معامله ابني ومراته. ما شاء الله. ونسوان اخواتي. هو ده اللي احنا بنقوله بقى. انا كان ليا اتنين، انا ليا اتنين نسوان اخوات. واحده منهم ما غسلتش جلابيه لمامتي ولا ابويا. واحده منهم شالت امي عننا احنا الثلاث بنات اكتر منا احنا الثلاث بنات. طيب هستاذنك بقى هنا في سؤال. تقدري تقولي لي مرات اخوكي اللي شالت مامتك وباباكي ربنا كرمها ازاي؟ اكيد ربنا كرمها. والله ربنا يصلح حالها، بندعي لها والله وربنا يكفيها شر المرض. عارفه هما الاثنين حلوين، بس فيهم واحده ما بتعملش حاجه كان لابويا وامي. ودي دي بقى اللي جايه من هنا من القاهره. والله يعني اللي جايه من القاهره هي اللي خدمت. لا بتعملش حاجه لابويا وامي. اللي من البلد بقى اللي كان شايل امي. عارفه والله امي كانت تقول انا عايز استحمى، تبص تلاقي المي السخنه داخله جوه الحمام ومحطوطه عشان امي تستحمى. ما كانش تزعل امي، بس ورغم ده كله كانت ام تحب الثانيه وما تحبش دي. سبحان الله، القط بيحب خناقه. انا امي ميته الله يرحمها. انا بقول لك الصراحه. امي كانت بتحب اللي هي ما تعملهاش حاجه من الكلام بتاعها، لو مقصده محليط كده وبس تلاقيها مزوق. الثانيه بقى كلامها تبص تلاقيها يعني بيبان على زعلها على وشها. والثانيه بص يا ام احمد، يعني من الاخر كده في ناس بتبقى عندها نقول ايه حته بتعرف تتكلم قوي وبتعرف تاخد اللي قدامها وتاكل اللي قدامها بالكلام كلام بس. في ناس تانيين بيبقوا يعني ايه كلامهم قليل بس فعلهم هو اللي حلو. صدقيني والله برضو هرجع واقول ان العيب علينا احنا، احنا اللي ما بنعرفش نفرق. في ناس بتتاكل بالكلام وفي ناس لا، يعني انا عايزه اشوف افعال. الكلام لوحده فعلا مش كفايه، وفي الاخر المساواه والعدل ما بين الاثنين. حتى لو حد بيعمل لي وحد ما بيعمليش، انا في المعامله بعمل الكل زي بعضه، والاجر والثواب دايما عند ربنا. وصدقيني مرات اخوكي اللي تعبت وخدمت وعملت دي اجرها كبير قوي عند ربنا، واكيد اكيد ربنا هيكرمها كرم ما بعده كرم. عايزين فاصل؟ طيب فاصل صغير خالص وراجعين ومكملين مع بعض بيت العيله واخباره. اوعى تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض مشاكل بيت العيله. وما طلعش هو بيت العيله هو سبب المشاكل، طلعت المشاكل ممكن تجيلك حتى وانت في بلد تانيه. الناس اللي تعاملاتها قاسيه، الناس اللي ما بتعرفش تتعامل بذوق برقي، مهما كنت بعيد هيجيبوكي. فيبقى السبب الرئيسي مش بيت العيله، السبب الرئيسي احنا، احنا اللي اتغيرنا، احنا اللي فقدنا نقول ايه قيم،
واخلاقيات وتربيه دينيه بقت فعلا مفتقده كتير، ما بقيناش نعرف ازاي ناخد ثواب، ده احنا تبسمك في وجه اخيك صدقه، فما بال اهل بيتك، فما بال حماتك وحماكي او مرات ابنك وجوز بنتك، ليه عاملين تفرقه؟ ليه ما بناخدش حد سواء جوز بنتي او مرات ابني ان دول ولادي واكتر من ولادي؟ انا اقول لكم على حاجه يعني عن نفسي، يعني انا مثلا لما اجي اتعامل مع جوز بنتي بتعامل معاه بتحفظ، يعني انا مش عايزه ازعله بالعكس خالص، حتى لو ايه انا ما اقدرش ان انا ابقى قصده ان انا ازعله، ابني لا في حاجه لا ممكن ازعله، ممكن اخد منه موقف جامد، ممكن لانه في الاخر ابني وهيتقبل مني اكتر. نفس النظام لو مرات ابني غلطت في حاجه انا صعب ان انا اخد منها موقف او ازعق لها مثلا، وزي ما بعمل مع بنتي يبقى بعملها احسن من بنتي، وده المطلوب. لو احنا كلنا عملنا كده صدقوني العلاقات هتبقى يعني حلوه قوي. هيبقى في منغصات، ده انا واولادي في البيت ممكن نشد مع بعض، بس ما يبقاش فيه المقاسي اللي احنا شايفينها. يعني الناس اللي بتتفرج عليا كلها دلوقتي تقدروا تخشوا دلوقتي على البوستات اللي احنا منزلينها هتقروا كم رهيب من المشاكل. يعني لو لقيتوا تعليق او اتنين او تلاتة حلوين عن بيت العيلة هتلاقوا اكتر من 10 صعب جدا، او اكتر من 100 كمان. الموضوع صعب جدا، الموضوع بقى يعني نقول عليه مستفز بصراحة. خلاصة الموضوع ان احنا كلنا سواء الحموات او البنات، سواء الحموات او اجواز البنات، لازم كلنا نتعامل مع بعض برقي، كل واحد يحط نفسه مكان اللي قدامه. الام لو الحمل لو عملت مرات ابنها زي بنتها صدقيني هتقطعي شوط كبير جدا في انك تقربيها منك، ويمكن تكون بعد كده احسن من بنتك عليكي. بنتك ممكن تمشي وتسيبك عشان تتجوز وتفضل لك مرات ابنك هي اللي تشيلك وهي اللي تبقى سندك وظهرك. يا جماعه احنا بنعمل اسر علشان تعيش، مش بنكون اسر علشان نعمل خناقات ومشاكل ونفضل طول عمرنا في وجع قلب زي ما بنقول. فخلاصه الموضوع نحاول قدر المستطاع يا جماعه نرجع كده لقيمنا لديننا، نشوف الصح ايه نعمله، الغلط ايه ما نعملهوش، نحافظ على مشاعر اللي قدامنا ايا كان هو بيعمل ايه. صدقوني وعن تجربه الواحد ممكن يكون يعاني من التفرقه، وارد جدا يعاني من ان هو مهما يعمل ويدي ما بيتقدرش، وارد جدا، بس صدقوني مره في مره في مره هتكسبي عطف اللي قدامك وحنانه، وغير ده كله هتكسبي رضا ربنا عليكي وكرمه عليكي. ياما ناس كتير ربنا كرمها اخر كرم علشان قدرت ان هي تكسب قلوب اللي حواليها حتى لو هم ضاغطين عليها. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم ووصفاتنا عجبتكم. استودعكم الله، استنى بقى التعليقات والتطبيقات، قولوا لي رايكم النهارده في الحلقه والموضوع اللي احنا فتحناه، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. وهستنى التعليقات زي ما قلنا وتطبيقاتنا على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي والبيج بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.